مرحبا بكم من جديد في نشرة هذا المساء. أخلت لغة التهديد والوعيد مكانها إلى لغة القصف والقصف المتبادل بين الجيشين السوري والتركي في إدلب. فبعد أيام من تأكيد الجيش السوري أنه سيمضي في تقدمه في إدلب على الرغم من وجود النقاط العسكرية التركية وتهديد الجانب التركي أنه سيوقف هذا التقدم عسكريا، سقط اليوم عدد من الجنود الأتراك في قصف للجيش السوري خلال تقدمه في إدلب، ما قد يضع قيد الاختبار تهديد تركيا بالانتقال إلى المرحلة با وجيم من خطتها العسكرية في الشمال السوري. الجانب التركي رد بقصف عنيف على مواقع الجيش السوري وسط ترقب من موقف الجانب الروسي الذي لم تنجح لقاءاته الأمنية مع الطرف التركي، ما قد ينذر باتساع ركعة المواجهة في إدلب. إلى أين تسير الأوضاع في الشمال السوري؟ هذا ما سنناقشه في الجزء الثاني من نشرة هذا المساء. ما حذر من وقوعه في مرات عدة سابقة ها هو يتحقق. الجيشان السوري والتركي في مواجهة مباشرة شمالية سوريا. في حادثة ليست الأولى من نوعها، قتل 5 جنود الأتراك وأصيب 5 آخرون بقصف مدفعي سوري لمطار تفتناز العسكري، لتؤكد وزارة الدفاع التركية لاحقا أنها ردت على مصدر الضربة وستستمر في الانتقام ممن يستهدف جنودها. بعد هذه الاعتداءات، عناصر النظام المقتربين من نقاط مراقبتنا أو مناطق تواجدنا سيعتبرون أعداء. لقد ارتكبوا اعتداءاتهم هذه مرتين. الجيش التركي سيرد على عناصر النظام في المنطقة المذكورة، هم الذين بدأوا بالهجوم. حدث هذا وسط شلال الدم المتدفق في آخر معاقل المعارضة السورية، إذا فاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عشرات المدنيين في الغارات السورية المدعومة من موسكو، فيما تتواصل حركة النزوح من مناطق خفض التصعيد والتي اقتلعت 700,000 سوري من مناطق إقامتهم. يتزامن مع هذا كله اشتباكات في أكثر من جبهة من ريفي إدلب وحلب بين فصائل المعارضة المسلحة التي تدعمها أنقرة دافعة بالمزيد من التعزيزات العسكرية من ناحية، والقوات الحكومية السورية المدعومة روسيا من ناحية ثانية، حيث تواصل الأخيرة تقدمها مسيطرة على بلدات ومواقع أبرزها طريق حلب الدولي. إن شاء الله رح نقوم في عمل عسكري ضخم بمساعدة أخوتنا الأتراك في استرجاع المناطق اللي سيطر عليها ميليشيات الأسد حديثا. إن شاء الله رح نقوم بعمل عسكري ضخم واسترجاع المناطق وعودة الأخوة المهجرين والنازحين إلى بيوتهم آمنين إن شاء الله. سياسيا، اختتم اجتماع أنقرة بين الوفدين الروسي والتركي دون أن يتمخض عن شيء يقرب وجهات النظر ويحافظ على مخرجات لقاءات واتفاقات سابقة كأستانا وسوتشي الهشة أصلا، مع غياب ترتيبات جديدة بين تركيا وروسيا وتقدم الجانبين السوري والتركي على الأرض، تقل فرص التهدئة وتزداد احتمالات فتح باب تصعيد كبير وخطير على مصراعيه. الآن نرحب بضيوفنا أستاذ عماد عبد الهادي، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. مرحبا بك أستاذ عماد معنا. ومن موسكو أرحب بالأستاذ فاتيسلاف ميتوزوف، دبلوماسي روسي سابق. مرحبا بك أستاذ ميتوزوف معنا. واسمح لي أستاذ ميتوزوف أن أبدأ معك. يعني هناك من يقول، وهذا ليس مفاجئ، إن القوات السورية لم تكن لتقصف المواقع التركية لو لم تحصل على ضوء أخضر روسي. ماذا يدل هذا على موقف روسيا، خصوصا وأن هناك جنود أتراك قتلوا اليوم في المعارك في الشمال السوري؟ أستاذ ميتوزوف هل تسمعني؟ أنا سامع. نعم، سؤال توجه إلي؟ نعم تفضل. طيب، القرار الآن لبدأ الحرب غير احتمال غير مرغوب، ولا تركيا ولا سوريا. ولماذا؟ لأنه هذا قال كلام مثل هذا رئيس أردوغان منذ كم يوم، وكذلك جيش سوري لا يتحدى جيش تركي. ولكن نحن نشاهد ميدان،
وخط الالتماس ضعيف جدا بين جيش وجيش آخر. وعند المعارك لابد أن يشتبكوا في هذا المكان أو ذاك هذه الجيشين. خطر موجود، ولكي يلجوا من أي خطورة اشتباكات المصالحة لازم أن يكونوا تنسيق بالكليل. إذا أهداف وجود جيش تركي في سوريا لمكافحة الإرهاب هذا شيئا، وإذا أهداف سياسية لجيش تركي في سوريا إسقاط النظام هذا شيء آخر، وإذا هم مستعدين أن يكافحوا قوى الإرهابية ويمكن أن يوجدوا لغة مشتركة ويعملوا تنسيق. هذا مشكلة أساسية برأيي التي كانت تحاول روسيا أن تساعد حلها. وبين أن تركيا لا تزال تتمسك بموقف متشدد وترفض اعتراف جبهة النصرة وهي تحرير الشام كمنظمات الإرهابية. هم يعتبرون أن هذا الفصائل متمردة ضد الحكومة الشرعية السورية. ولكن في إدلب اليوم كما نحن نعلم من معلومات من مصادر وزارة الدفاع الروسية هناك مقاتلين الأجانب ما بين 30 إلى 50 ألف. من وين أعطوا إلى سوريا؟ عبر تركيا بالمناسبة. أعطوا من الصين الشعبية أويغور، من كوكاز الروسي، وكذلك من آسيا الوسطى مركزية، وكذلك من بعض الدول العربية، من أوروبا، من أمريكا. حوالي 30 و 50 ألف مقاتل. شو بيعملوا أتراك معهم؟ إذا تهاجموا الجيش السوري مواقع تلك القوة وهي تتراجع على أراضي تركيا، لا يوجد أي مكان آخر. ولذلك أتراك تحاول أن ينقذوا تلك الفصائل المسلحة وينقلهم مع خبرة قتالية إلى مطرح آخر وهي شمال ليبيا. نعم. لمساعدة سراج رئيس وزراء. نعم. معترف دوليا لمكافحة الجيش. أريد هذا هي مشكلة مش بسيطة. نعم، سأعود إليك أستاذ ميتوزوف. أريد الآن أن أرحب بأستاذ مصطفى أوزجان، محلل سياسي تركي من اسطنبول. أستاذ مصطفى، أنت معنا عبر الهاتف، وأريد أن أسألك بداية الأجواء في تركيا، وهل نحن أمام مرحلة أخطر من المواجهة، أم أن الجانب التركي فهم أن الجيش السوري مدعوم بالقوات الروسية مصمم على حسم معركة إدلب والشمال السوري؟ طبعا هناك اتفاقات ثنائية، إذا تنصرت روسيا هذا شيء آخر. طبعا تركيا رسمت خطتها وقالت أن هناك سياسة جديدة بالنسبة لتركيا، وأيضا حد يعني مهلت تركيا شهر بالنسبة لتقييم الجيش السوري أو النظام السوري لمطالب تركيا. إذا كانت هناك الهدنة قائمة أو على الأقل اتفاقية قائمة بين روسيا وتركيا، لابد أن ينفذ أو تنفذ قوات سوريا النظامية على هذه الخطة وعلى هذه المعاهدة أو تفاهم بين روسيا وسلطات تركيا. فإلا طبعا الأمور تتجه نحو التصعيد بين الجيش التركي وبين هل تعتقدون أن الهجوم السوري اليوم جاء بضوء أخضر روسي؟ طبعا حتى يعني كل الناس يعرف القاصي والضاني أن بشار الأسد لا يستطيع أن يتحرك بدون استئذان بدون مطلق السلطات الروسية، يعني لا يتحرك إلا بتعليمات روسيا. إذن هو مدعوم من قبل بوتين يتحرك على هذه الأرضية. طيب أستاذ عماد، يعني تركيا دولة عضو في الناتو، لم نسمع أي صوت غربي مؤيد لها، وأيضا عربيا يعني حتى الأطراف المعارضة للدولة السورية لم نسمع صوتها، لماذا برأيك؟ أولا في الرابع من فبراير الماضي عقب تبادل الإطلاق النار مماثل، أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيانا شديد اللهجة يؤكد فيه دعم الولايات المتحدة لتركيا كعضو وحليف في حلف الناتو،
وأن من حقها الدفاع عن نفسها، وأدان بشدة كل من روسيا والنظام السوري وإيران وحزب الله. هذه نقطة. النقطة الثانية، المبعوث الأمريكي، مبعوث الخارجية الأمريكية للشأن السوري جيمس جيفري سيصل بعد غد إلى أنقرة للاجتماع مع كبار المسؤولين الأتراك. هنا لابد أن نشير إلى نفك شفرة العلاقة بين بوتين وأردوغان. هل هي علاقة فرينيميز، أصدقاء وأعداء، أو علاقة حب وكراهية؟ لأنه من الواضح أن لديهما نقاط اختلاف كما أن لديهما نقاط اتفاق. روسيا في المقام الأول سعيدة جدا باستقطاب تركيا لتدق إسفينا داخل حلف الناتو، وبالمثل أردوغان يلعب الأوراق حتى يبتز الولايات المتحدة ويحصل عليها من أسلحة التي يريدها بعد أن عقد صفقة مع روسيا أغضبت الولايات المتحدة كثيرا. لكن في هذا الموقف تحديدا الولايات المتحدة بدورها تريد أن توسع الهوة بين موسكو وأنقرة، ولذلك ألقت بثقلها تماما وراء أردوغان وأنه حليف ومن حقه أن يدافع عن نفسه. لكن فيما بين بوتين وأردوغان هناك مسألة أخرى أكثر تعقيدا لا يستطيع كثيرون حل شفرتها، لأنهم على سبيل المثال هذا الجيم إذا جاز التعبير الذي نشاهده في سوريا يعاد تركيبه في ليبيا مرة ثانية. هناك حدود معينة أو لنقل اتفاقات غير معلنة. متى تضرب سوريا ومتى ترد تركيا ومتى تحظى بدعم روسي؟ كما أشرت حضرتك قبل قليل، أنا معلوماتي أن الوفد الروسي والتركي، الوفد الروسي لا زال في أنقرة وأنهم بصدد الاجتماع بعد وقت قليل بعد أن فشل الاجتماع الأولاني. طيب أستاذ ميتوزوف، ألا يخشى الجانب الروسي أن تعيق مواجهة تركيا سورية إتمام سيطرة الجيش السوري على الشمال السوري، وبالتالي يعني تطيل أمد التدخل الروسي العسكري وتبعد إمكانية الوصول إلى التسوية السياسية التي طالما سعت إليها موسكو؟ طبعا روسيا تبذل جهود سياسية، لأن الحل العسكري ليست بديل المفضل بالنسبة لروسيا. ولكن هناك مشاكل كما أنا ذكرته، عدم اعتراف لتركيا شرعية السلطة السورية، شرعية الجيش العربي السوري، وعلى هذا الأساس لا يستطيع أن يعمل التنسيق الميداني. لأن بدون التنسيق الميداني اشتباكات من هذا النوع يمكن بيصير أي لحظة. وهنا سؤال الكبير، إذا تتقدم وتحرر جيش سوري مدينة إدلب، لأن اليوم يجري القتال حول الطرق الدولية. الطرق الدولية بين حلب وحمص، بين حلب ولاتعية، كانت نتيجة اللقاء في سوتشي بين بوتين وإردوغان، كان هذه المنطقة خالية من سلاح من المتشددين، ويفتح الطرق لسوريين أن ينتقلوا من حلب إلى لاتعية إلى دمشق. ولكن تركيا فشلت في ترتيب الأمور، أن فصائل المتشددة بيّنت أن أقوى من نفوذ التركي، ما يستمعوا. وأكثر من هذا، يوميا كانت هناك ضربات بالمدفعية بالصواريخ الأحياء السكنية في حلب حتى ومواقع جيش عربي سوري، وحاولوا ضرب حتى قاعدة عسكرية روسية بطائرات مسيرة. نعم. كل هذا دليل على أنه تركيا مش قادرة على ترتيب الأمور سياسية. طيب أستاذ مصطفى، دخلت عنصر مصالح، قوات مصالح سورية، وهم حرروا الطرق الدولية. طيب اسمح لي أستاذ ميتوزا، من سوتشي مقرر أن يكونوا محررة سياسيا، يعني الآن قضية إدلب. طيب أستاذ مصطفى، وزير الدفاع التركي حذر من أن جيشه جاهز للانتقال إلى خطط عمل جديدة بعدما حصل اليوم. هل يمكن أن نتوقع أن نرى هذه الخطط، وماذا سيكون شكلها؟ أولا يعني ضيفكم من موسكو مستر بوتين يكتب على الكذب، يعني يكرر الكذبات.
على أساس تركيا غير قادرة لضبط هيئة طاهر الشام وما إلى ذلك. فإذا هم لماذا لا يضبطون وحدات حماية الشعب وغيرها في تل رفات وغيرها؟ يعني كان يلزم عليهم أيضا تنظيف هذه المناطق من عناصر وحدات حماية الشعب. يعني هم يقولون أن تركيا ملتزم أحاديا من جانب واحد، لا، روسيا لديه التزامات مثل سن الدستور وما إلى ذلك، يزوف دائما النظام السوري فيما يتعلق لمسؤولياتها. ليس هناك يعني مسؤولية تقع على عاتق واحد، على عاتق تركيا، ولكن متبادلة، ليس هناك التزام متبادل من جانب روسيا كذلك. بالنسبة لتركيا، تركيا يعني أن توقف هجمات النظام السوري، ويعني رئيسكم يتحدث أن هناك استفزازات من جانب بعض الفصائل الموجودة في مدينة إدلب. لو كان لديهم قدرة كانوا قد جازفوا ودخلوا وتقدموا نحو حلب والجنوب، فالعكس هو الصحيح، النظام يتقدم. هذا يدل على أن النظام يتحين الفرصة ويريد أن يتقول على بقية الباقية من المناطق المحررة. هذا هو الواقع، ليس هو الواقع كما يتحدث سيفكم عن موسكو يكذب مرة أخرى مرارا مثل بوتين. هم متعودون على الكذب مثل النظام السوري. طيب أستاذ عماد، أمريكيا هل يمكن أن نرى أي دور أمريكي في أزمة إدلب؟ ما يعني ما هو موقف واشنطن الحالي من أزمة الشمال السوري والتطورات التي شهدناها اليوم؟ أولا، الولايات المتحدة سبق أن أدانت وبشدة، ليس فقط في بيان 4 فبراير للوزير الخارجية مايك بومبيو، وإنما هي حتى الكونغرس أصدر قبل فترة بيانات إدانة شديدة وطالب بوقف التصعيد السوري الروسي في إدلب، وأن هناك قصف متعمد. لكن من الواضح أن الأوضاع دخلت الآن مراحل جديدة، ما هو المتوقع أمريكيا؟ أمريكيا أولا كما أشرت قبل قليل أن جيمس جيفري المبعوث الأمريكي للشأن السوري سيصل يوم الأربعاء إلى أنقرة. ثانيا، أنا قرأت تصريحات للدفاع التركي بأن تركيا تتوقع دعما من حلف الناتو، لكننا لم نسمع شيئا من قبل الناتو على أساس أنها عضو، وأي اعتداء على عضو في الناتو يعتبر اعتداء على الحلف كله. الولايات المتحدة حريصة تماما على دعم الموقف السوري قلبا وقالبا والمعادي لنظام بشار الأسد، وهذا هو نقيض الموقف الروسي تماما من نظام بشار الأسد. للأسف الشديد أيضا هناك خلط في المصطلحات والمفاهيم، لأن كلا الطرفان يتهمان بعضهم البعض بأنهم يدعمان الإرهاب. الجانب التركي يعتبر أن الجيش العربي السوري عبارة عن ميليشيات إرهابية وأن الأسد يجلبها من جميع أنحاء العالم، وأيضا الجانب السوري والروس يعتبرون أن هذه الميليشيات الموجودة في إدلب هي ميليشيات إرهابية، في حين تعتبرها تركيا معارضة شرعية لنظام الأسد. فلا يوجد أدنى قدر من الاتفاق غير أن من آن لآخر يتم خلط الأوراق وتتم عمليات قصف متبادلة بسبب تداخل الخطوط في المعركة أولا، وثانيا بسبب أن الرئيس التركي تحديدا لديه طموح أكبر بكثير جدا من حجم بلده، ورأينا ذلك في أكثر من مكان. هذه ثاني عملية يشنها داخل الشمال السوري. الأرقام تقول أنه 5,000 جندي تم الدفع بهم إلى جانب مدرعات ودبابات. نعم. إذن طيب، تركيا مصممة على القيام بعملية واسعة في الشمال السوري على غرار العملية التي قامت بها ضد الأكراد. أستاذ ميتوزوف، يعني إن قرر الجانب التركي استخدام كامل قوته العسكرية، فالمعركة بينه وبين الجيش السوري لن تكون متكافئة. يعني هل لنا أن نتوقع تدخل روسيا عسكريا في هذه المعارك إن تطورت بين سوريا وتركيا؟ أولا، وذكر ضيفنا يعني في واشنطن على لقاء أمريكي تركي محتمل. أوكي تفضل أستاذ ميتوزوف. دور الروسي في سوريا ليس دور الفاعل القتالي،
دور روسي مساعدة ودعم جيش العربي السوري جويا لكل عمليات عسكرية حربية لجيش عربي سوري. ولذلك لا مش موجودة الجيش الروسي في ميدان في قتال. هذا كل الالتزامات ترجع على الجيش العربي السوري. هناك مشكلة أساسية تصنيف القوة المواجهة لهذا الجيش. هل نصرة هي منظمة إرهابية بوجهة نظر تركيا وأمريكا أو لا؟ لأن أمريكا روسيا كأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الأمم المتحدة صوتوا لتسجيل قاعدة وداعش ونصرة في ليستة سوداء كمنظمات الإرهابية. ولكن الإدارة الأمريكية السابقة كانت ناعمة بالنسبة لجبهة النصرة، كانت تحاول أن يبرزها ويجرها وينقلها من الليستة السوداء، ولكن هي منظمة إرهابية ولا يسمع هذا. تركيا كذلك شكوك كبيرة عندنا أن هل هي تعتبر نصرة المنظمة الإرهابية؟ إذا لا يعتبروا وأكثر من هذا يقدمون دعما عسكريا إمدادات وبغير يعني دليل لأن جيش سوري تكافئ ليست النصرة ونصرة مدعومة من قبل جيش تركي. طيب أستاذ مصطفى، هل الجانب التركي قادر على الخوض في مواجهة عسكرية؟ ونحن نعرف أن الأوضاع الداخلية للرئيس أردوغان ليست في أفضل حال. طبعا الأوضاع الداخلية صعبة، اقتصادية وغير اقتصادية، هذا معروف للقاس والداني هذا. ولكن تركيا ستضافي لا شك من مجيء لأن هناك اتفاقية قائمة ما تضوف يبدأ يعني تركيا لابد أن يعترف أو تعترف بسلطات النظام السوري. لا، تركيا توقع فقط هذه الاتفاقية مع روسيا. روسيا ملتزمة. هل روسيا لا تستطيع أن تطبق النظام السوري؟ هناك شكوك، لا بد أن تطبق، لدي قدرة. يعني لا يستطيع النظام السوري أن يتحرك بمفرده إلا بدعم من إيران وسلطات روسيا، هذا واضح جدا. بالنسبة لتنظيم هيئة التحرير الشعبي، نعم تركيا تصمت أيضا على أنها منظمة إرهابية، ولكن تركيا لا تريد أن تواجه عسكريا معه. وأيضا هناك الحكومة دمشق أو النظام في دمشق وروسيا يقومان بالأعمال الإرهابية بقصف مشافي بقصف أفران وغيرها. يعني هناك تنظيمات إرهابية وهناك دول ترتكب إرهاب مثل روسيا والنظام السوري. وضيف في موسكو يتهمكم أنتم بدعم النصرة. يدفعون الناس إلى نحو تركيا وغيرها. طيب، وهذا إجرام كذلك. طيب اسمح الأستاذ عماد، ما هي الأوراق التي يمكن للجانب التركي أن يستخدمها ليعيد كفة الميزان إلى صالحه؟ هل باعتقادك سيقايد على إدلب الحصول على ما يريده في المنطقة الآمنة وشرق الفرات؟ الشيء الوحيد الذي صدر عن تركيا في الساعات الأخيرة أن كان هناك إعلان تركي أو تصريح يقول أن تركيا على استعداد أن تخلي طريق إدلب دمشق لقوات النظام السوري على أساس أن ينسحب ويوقف هجماته على إدلب. ولكن كما نعلم جميعا إدلب هي آخر معاقل المعارضة السورية، والنظام السوري مصر على أن يمضي قدما لتحريرها. الدور الروسي بصرف النظر عن حجم التدخل العسكري أو الدعم واضح أنه دور ملتبس. روسيا تقول أن الضربة السورية كانت ردا على اعتداءات تركيا والعكس بالعكس، ولكن في الحقيقة نحن نعلم تماما أن موسكو تدعم الأسد إلى آخر لحظة، وهي يمكن أن تغض الطرف عن الكثير من هجمات النظام، وفي نفس الوقت تلعب دور وسيط مع أردوغان للحفاظ على مصالح أكبر
من مسألة سوريا وشمال سوريا. النقطة الأخرى الهامة، التركية الخطاب السياسي لتركيا يحوي تناقضا هاما جدا. لابد أن نعترف أن مجرد دخول القوات التركية إلى سوريا هذا عمل مخالف للقانون الدولي، سواء كان أردوغان يدعم فصائل معارضة سورية أو مسلحة أو إرهابية أي ما كانت التسمية. من حق سوريا بصرف النظر عن اعتراف تركيا بالنظام أم لا أن تدافع عن هذه الأراضي السورية وأن تبذل كل ما في قدرتها لتحرير ما تبقى منها. هذا تناقض صارخ في الموقف التركي، لا يمكن الدفاع عنه أن نقول نحن ندعم المعارضة السورية ضد النظام السوري. فماذا تتوقع من النظام؟ طيب أريد أن أشكرك دكتور عماد عبد الهادي الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، أشكرك على المداخلة، وكذلك الشكر لك أستاذ فاتيسلاف ميتوزوف دبلوماسي روسي سابق من موسكو، جزيل الشكر. جزيل الشكر لك وأستاذ مصطفى أزجان المحلل السياسي التركي من إسطنبول. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل لختام نشرة هذا المساء، نخرج لفاصل قصير وسنعود مع المناظرة اليومية، ابقوا معنا. إلى اللقاء.